الشعبي. محاولة سريعة، افتكاك رائع، تعود أمامية لفريق، تصل لفريق ساجد، إبعاد رائع لكن أمامية للمهاجم فريق خيبر. ماشي كرة اليسار لحسين مطيع النخلي، يلعب كرة طويلة أمامية وفرصة خطيرة الآن لفريق خيبر. عبد الله فاعي منظم وتراجع مثالي أمام السرعة الهجومية للعيبة فريق ساجد. كرة تعود إلى القلب، الآن في وسط الملعب، شرطة بالرأس، تعود من هتان النقلي للنقل سريع لفريق خيبر. محاولة قائمة وفرصة وعرضية لإبراهيم إشحاق، بطاقة الصفراء للاعب وسط فريق ساجد. مهمة جانبية لفريق خيبر، عدد مرة أخرى بين إبراهيم. هل يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول؟ فريق خيبر، كرة تصل في وسط الميدان، كرة مقطوعة الآن، تتحول مرتدة عند دايرة، حولات عند أسامة الشريف، يرسل كرة في وسط الملعب، كرة رائعة الآن خطيرة، الله الله، لفريق خيبر، عبد الله العولي ينفذ الركلة الفنية ملعوبة بالرأس، الله رائعة في هذه الإرسالية. شوف الرأسية، شوف هذه الرأسية الجميلة حسب الشوط الأول. كرة تأتي الآن من جديد، حاول مستمر عود بهذه المواجهة إلى خسر. مشاهدينا الكرام، يفقد الشيء الكثير في منافسة هذه المجموعة، والتصوير لفريق خيبر في هذه الدقائق الأولى في الشوط الثاني. شوف التصويب الجميل، أعطى زخم كبير للمسابقة. كرة مرتدة لفريق خيبر، كرة مرتدة هذه النقطة. شوف هذه فرصة كانت خطيرة على مرمى بطل الميدان لفريق خيبر. كرة تعود من جديد على اليسار إلى إبراهيم، حاول أمامية الآن، انطلاقة عادت لفريق خيبر الآن، الانطلاق وحشار خيبر ملعوبة أمام دوري الدرجة الثالثة. كرة منقولة تلعب بالطبع حاولت احتراق السيسير، ولكن التغطية الحاضرة مضبوطة بالأيمن جهة اليمنى لمصلحة فريق خيبر. نقلها حسين مطيع أمامية السناني في الجانب الأيمن، يحاول الهدف الأول لفريق خيبر في مجريات هذه التسديدة الماضية والمحاولة، ولكن خيط أمامية تطلب الآن محاولة خيبر، تطلب خيبر في الجانب الأيمن، انطلاقة المحاولة المرور، محاولة اختراق دفاعات فريق الأسياح، تنقل المحاولة والانطلاق، محاولة المرور إلى الأمام، انطلاقة لخيبر الآن، المحاولة عطية أرضية، ناصر تواجد يتعثر، كرة ملعوبة، حكم مباراة لا يرى شيء في الدقيقة الماضية، منقولة خطيرة لخيبر الآن، عطية 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 عطية، ينطلق مع شعيب بالجانب الأيسر، شعيب الله خطيرة، لم يوفق فيها لاعب خيبر، جبروت يحاول في اللقطة الماضية، حاول هل سينفذ الخطأ؟ أم يترك الكرة إلى ياسر الضيبري؟ عبدت الكرة الآن منقوطة.